بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده يا جماعه هقول لكم اخر اسعار للتلاجات قبل العيد ان شاء الله، ولو هعمل لكم فيديو تاني لاسعار الفريزرات بما ان احنا داخلين على عيد والناس كلها بتذبح، او معظم الناس، مش كلها يعني، معظم الناس بتذبح او بتخزن وموسم الفاكهه في الصيف. فانا ان شاء الله هقول لكم اسعار الفريزرات، بس النهارده هنقول اسعار تلاجات العربي توشيبا وتورنيدو وشارب ان شاء الله. بس يا ريت قبل ما نبتدي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونوحد الله لا اله الا الله، وطلب صغير لاخوكم في الزرار تحت الفيديو مكتوب عليه اشتراك، اضغط لنا عليه، ده زرار مجانا بس عشان ايه القناه بتاعتنا تكبر يعني، والمجهود اللي احنا بنبذله. طيب ناخد كده اسعار تلاجات توشيبا العربي. بصوا شايفين التلاجات دي يا جماعه، دي توشيبا العربي، توشيبا العربي. طبعا قلت لكم قبل كده في كذا فيديو احنا شغالين مع توشيبا بضمان العربي، توشيبا بضمان العربي، مش شغالين مع توشيبا بضمان موروكو، احنا شغالين مع العربي اللي احنا من الستينات، اللي هو موجود من الستينات. تمام، بصوا نعرف ازاي الثلاجه ضمان العربي ولا لا، بيكون مكتوب عليها اهو العربي او اللوجو ده، او تفتح كده الثلاجه هتلاقي الضمان بتاعي جوه مكتوب عليه العربي، ضمان 10 سنين زائد سنتين عمر افتراضي، وده رقم الصيانه بتاعهم اهو 19 3 19. طب نبص على الثلاجه دي الاول، دي ثلاجه طبعا كل ثلاجات توشيبا اللي انا هقولها لكم او كل الثلاجات اللي موجوده في المعرض عموما نو فروست، يعني بتبرد بالبخار ما بتعملش تلج. طيب دي ثلاجه توشيبا اهي نو فروست، الموديل بتاعها 37 350 لتر، استهلاك الشهري بتاع الكهرباء 49 كيلو في الشهر. تمام، دي انتاج مصانع العربي، دي توشيبا اهي يا جماعه، توشيبا اهي، دي سعرها عامل كام؟ سعرها عامل 20280، 20280، ولو خدت عليها العرض اللي هو الكاش باك هتاخد تقريبا خصم 7%، يعني تقريبا مثلا ايه 1000 ونص، في الرينج 1000 ونص خصم. ماشي، اهو الموديل مكتوب فوق اهو الجي دي، شايفين حرف الجي؟ الجي دي، دي يعني مقبض دائري او مقبض اسطواني، عشان بينزل منها مقبض داخلي وبينزل منها مقبض طولي. تمام، حرف السي دي يعني اختصار لكلمه شامبين، اللون، لون الثلاجه ده لون الشامبين مش السيلفر، بصوا ده لون الشامبين اللي هناك، دي اللي قبل الاخيره لون السيلفر في توشيبا المقاسات الصغيره. تمام، وهقول لكم معلومه، ثلاجات توشيبا الضمان العربي في المقاسات الصغيره من اول 11 قدم لحد 14 قدم بيبقى موتورها نفس الموتور اللي موجود في توشيبا بضمان ميراكل، اللي هو الموتور جي ام ام سي، موتور ميد ان شاينا، غاز تبريدهم بيكون ار 134. اما توشيبا بضمان العربي من اول 16 قدم اللي هي تاني واحده اللي هنتكلم عليها دي، وال 18 قدم اللي هي اتباعت خلصت من عندنا، بيبقى موتورها ميد ان كوريا، كوري، وغاز تبريدها بيكون ار 600، وثلاجه ما شاء الله يعني شديده. تمام، نخش على الثلاجه الثانيه دي، دي هي الانفرتر يا جماعه اهي، دي اللي هي موتورها كوري، اللي هي موديلها 46 زد، اللي هي 359 لتر، اللي هي استهلاك الشهري بتاع الكهرباء 29 كيلو، عشان دي كده انفرتر يعني موفره في الكهرباء. تمام، ضمان العربي برضو، المقبض بتاعها مقبض داخلي، ودي لونها سيلفر، دي لونها سيلفر اهي يا جماعه، 46 زد اف اس، يعني اختصار لون سيلفر، اف اس يعني اختصار سيلفر، بينزل منها سيلفر وبينزل منها ستانلس وبينزل منها ذهبي في المقاس ده، اللي هي موديلها 46 زد اللي هي 359 لتر. تمام، عامله 25600، وتعمل لك خصم كاش باك عليها 7% من قيمه الفاتوره، او 10% لو هتاخد هديه مش هتاخد فلوس يعني. طب انا قلت لكم، انا وريت لكم التلاجه اللي قبل، معلش نسيت اوريكم التلاجه اللي بعديها، اللي قبليها من الحجم بتاعها من جوه عشان الناس اللي عايزه تشوفها اهي. تمام، دي اللي هي موديلها 37 اللي هي 350 لتر. تعال ناخد بقى الانفرتر دي اللي هي بيتقال عليها في السوق 16 قلم، بص عليها من جوه، احنا قلنا سعرها كام؟ 25600، 25600 اهي. يا رب يكون العرض واضح، يا ريت تدعمونا بعمل اشتراك في القناه، هتلاقي زر الاشتراك تحت الفيديو. ويا جماعه الصفحه بتاعت الفيسبوك السفينه اتهكرت ومش عارف ارجعها، فخلي بالكو لو عرفت توصل لها، لو هي محفوظه عندك ولا حاجه ابعت لي اللينك بتاعها كده اشوفها، اللي اخدها ده غير اسمها ولا عمل فيها ايه. طيب دي توشيبا 16، ودي البيانات بتاعتها يا جماعه لو عايزين تشوفوها، 46 زد، نبص على غاز التبريد ار 600 زي ما قلت لكم بالظبط، الفريزنج كاباسيتي في ال 12 ساعه 275، يبقى في اليوم 5.5 كيلو طعام في اليوم. الفريزنج كاباسيتي ده بقيس بيه قدره الثلاجه على التجميد والتبريد، حجم الفريزر بيبقى 100 لتر، وحجم الكابينه اللي تحت 259 لتر، كله هيبقى 359 لتر. تمام، خلاص كده خلصت دي، شفتها كويس، عرفت سعرها 25600، هي قفلت لوحدها.
ماشي، نخش على التلاجة الأشهر في تلاجات توشيبا اللي موجودة في كل بيت مصري، تلاجة توشيبا ال 14. طب ليه هي موجودة في كل بيت مصري؟ لأن هي حجمها مناسب للكل، سواء بقى في عدد أفراد قليل أو وسط، وهي اللي يعني كله بيجي يشتري عليها، يعني بيكون واخد حد قريبه فبيقول له هات التلاجة دي توشيبا ال 14، وسعرها حلو يعني 355 لتر، سعرها حلو دلوقتي، يعني زمان كانت أحلى طبعا، كانت بدأت ب 3000 و 5000 جنيه زمان، ودي لها 40 بي. اشتراكها شاري بتاع كهرباء 52 كيلو. واحد يقول لي يا عم مش دي بتاعت زمان؟ ايوه بس هي بس اختلاف المقبض، يعني في بينزل منها مقبض طولي زي كده اللي بتلاقي في الموديل حرف الاتش، لما تلاقي في الموديل حرف الاتش يبقى دي مقبض طولي زي اللي معروضه كده بالظبط اهي، تمام؟ لما تلاقي في الموديل حرف الاتش يبقى مقبض طولي. طب لو لقيت في الموديل حرف الار اللي هو زي كده يبقى دي مقبض داخلي. داخلي يعني ايه؟ يعني زي دي كده بس نفس التلاجه، بس يبقى مقبض داخلي مش طولي، تمام؟ طب اللي هي حرف الاتش اللي هي مقبض طول اللون سيلفر بيبقى عامله 22,065، 22,065، تمام؟ انا كاتب لكم عرض عليها عشان هي اللي معروضه، عشان برضو الزبون يبقى واخد باله ايه الفرق بين الاسعار دي. طيب اللي هي مقبض داخلي اللي فيها حرف الار كلهم بيبص كلهم 40 بي، 40 بي و40 بي، موديل واحد ثابت، بيبقى مقبض داخلي ب 22,100، يعني اغلى 35 جنيه. طيب في توشيبا 3 باب بس مش معروضه، 3 باب يعني ايه 3 باب؟ درج خضار وفاكهه تحت، بعد كده الكابينه، بعد كده الفريزر. هي مش معروضه، كانت معروضه وخلصت وجت تاني. موديلها 45، موديلها 45 سيلفر، لون سيلفر. بيكون 351 لتر، بعامله 22,640، تمام؟ عايز اشوف دي من جوه، يعني هي الاثنين اهو. بص تعطيات الكفاءه برضو، شفتوها؟ اهي ضمان العربي، شغالين مع توشيبا بضمان العربي، توشيبا بضمان العربي. طب تعالى نفتح كده بقى من جوه نشوفها. ثانية بس الباب يثبت اهو، ده الفريزر. طبعا تلاجات توشيبا في الاحجام الصغيرة بيبقى الفريزر حجمه كبير، حتى هتلاقي الفريزر واكل من حجم الكابينة، خلي بالنا من النقطة دي. بص ما شاء الله الفريزر بتاع التلاجة توشيبا ال 14 قد ايه، كبير جدا يعني. لو قارنته مع فريزر تلاجات تانية مثلا 18 هتلاقيه اكبر منه برضه. الفريزر اهي الكابينه، هي درج التبريد السريع، فلتر بلازما عشان الروائح بتاعت الاكل، في اضاءه، ترموستات بتحكم في درجه التبريد. طبعا تلاجه توشيبا مش هحكي لكم عنها، موجوده في كل بيت مصري يعتبر، او معظم الشعب المصري 90% من الشعب المصري عنده تلاجه توشيبا في البيت، تمام؟ تلاجه عمليه وتلاجه ما بتعملش صوت، تلاجه تبص بتاعت شغل، اللي عندك اطفال كل شويه يفتحوا التلاجه ويلعبوا قدام التلاجه ويقفوا على التلاجه، دي هتستحمل معاكي، خديها وانت مطمنه، او خدها وانت مطمن. التلاجه بتاعت شغل حماله اسيه هي، بس في ناس بتشتكي ان هي بتسخن من الجناب. طبيعي يا جماعه ما تتخضوش لما التلاجه تسخن من الجناب، ده طبيعي، ده طبيعي، ما تتخضش من حاجه، تمام؟ نخش على اصغر تلاجه في تلاجات توشيبا العربي اللي هي موديلها بيكون 31 سيلفر، اللي هي 296 لتر، اللي هي عامله 17,950، تمام؟ بص على كده بطاقه الكفاءه عشان نطمن، اهي موديلها 31 طبعا، نو فروست، توشيبا 296 لتر، استهلاك الشحن بتاع الكهرباء 42 كيلو في الشهر، ضمان العربي برضو، المقبض بتاعي مقبض داخلي، تمام؟ اللون السيلفر توشيبا صح؟ توشيبا ما بتنزلش اللون الاسود في المقاسات الصغيره، في المقاسات الصغيره من اول 11 لحد 14 لحد 16 بتنزل سيلفر وشامبين، سيلفر وشامبين، ما تنزلش اسود. بدات تعمل كده في التورنيدو بقى، يعني بدات تنزل اللون الاسود في التورنيدو. التورنيدو على فكره هي توشيبا يا جماعه في المقاسات الصغيره، في المقاسات الصغيره اهي التورنيدو هي توشيبا بالظبط في المقاسات الصغيره. اهي دي التوشيبا ال 31، قلت لكم سعرها عامل كام؟ 17,950. هي كده مش هتجيب العرض يا جماعه، عشان العرض بادئ من 20,000، لازم قيمه الفاتوره ما تقلش عن 20,000، تمام؟ اهي اهي والله ثلاجه حلوه وفيها فلتر برضو يا جماعه، وفيها اضاءه وتحكم في درجه التبريد من 1 ل 7. توشيبا طبعا حماله اسيه، انا بسميها ثلاجه الشعب المصري، حتى تلاقيني بحب اتكلم عليها ثلاجه الشعب المصري، ثلاجه الشعب المصري، حماله اسيه تشتغلي معاك في اي حته، عارف لو خدتها مثلا في افريقيا في وسط درجه الحراره العاليه في اسوان في الكلام ده هتشتغل معاك زي الفل بكفاءه، تستحمل. بس يا جماعه الفيديو الجاي هقول لكم اسعار، نقول لكم اسعار تورنيدو عشان وقت الفيديو ما يطولش، وبعد كده هقول لكم اسعار شرق، تمام؟ اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.